كاليميرو كل يخرج كاليميرو ما عندوش ميميرو هاي هاي وفقنا ربي وجبنا ان بوان ماكري كنا قادرين نجيبوا لي 3 بوان معليش ما كتبش ربي الحمد لله نقطه فيها خير امام الخصم وين هو ثاني ضيع فرص حنا ثاني ضيعنا فرص وكملها هذيك معليش ان شاء الله هذه نقطه خير مخساره الحمد لله يا ربي نقطه فيها خير وان شاء الله امام بيسكران خلو 3 بوان تاعنا في بلعب ان شاء الله هادو كان ضد خصم وين نفرض طريقه اللعب تاع علينا وين حنا قدينا نسجلوا الهدف الاول وما قديناش نحافظوا على النتيجه مي معليش ان بوان فيها بركه وان شاء الله نعاودوها مقابله جايه ان شاء الله مقابلة اليوم قد نقولوا ضيعنا نقطتين خاطش كنا ند مع الفريق ومعليش ان شاء الله نعوضوها المقابلة الجاية ان شاء الله. بيان سير غادي ننسوا هذا الماتش وغادي نبريبارو الماتش الجاي ان شاء الله في اريحية وهذه نقطة بيان سير ايجابية في الكلاسمون تاعنا ان شاء الله نديروا مقابلة جميلة ضد اتحاد بيسكرا ان شاء الله. Tout d'abord, je dois féliciter les deux clubs, quel que soit l'USMBA ou bien les joueurs Ta'an Nahd. Donc, je pense en première mi-temps, les joueurs Ta'an Nahd d'Akhlou Bi'azim en Kouwa Kbira. Donc, ils nous ont fait un pressing haut. Nous, on n'a pas pu. Donc, au deuxième mi-temps, Alhamdoulilah, on a su comment gérer le match. But par un contre-attaque, les gens le hadaf li khallana fi Ariahia. Je pense que les joueurs de Fariq Nasri sont donnés à fond. Ils ont donné le droit de nous faire le résultat. Donc, l'objectif qui nous a fait, c'est le manque de concentration, beaucoup plus physiquement. Les 10 dernières minutes, on n'a pas été bon. Donc, alhamdoulilah, nokta ijabiya le Fariq Tana. C'est tout à fait normal. Bon, actuellement, on a gagné à domicile. Donc, on voulait arracher les 3 points. حسن الحظ ونا با يو يعني اللمسه الاخيره وين كيما شفتوا ونا يو بوكو دوكازيون
دونك جو بونس كو الارهاق هو اللي اثر علينا اكثر في كو لو دو جو بونس حتى لدروك اون افي 6 و 7 ماتش دونك اللاعبين مشكورين يعطيهم الصحه والحمد لله ربي على النقطه الايجابيه تاع عليهم. يعني مجروح وناقص عدديا دائما تكون صعوبة أكثر. نصري نظن باللي فريق اللي رايح يلعب الحظوظ تاعو إلى آخر لحظة ونتمنوا له إن شاء الله البقاء في القسم الأول. بالنسبة للفريق تاعنا دار يعني مقابلة رجولية، دار كل ما في وسعه باش يتحصل على 3 نقاط. للأسف نقدروا نعتبروا بلي خسرنا نقطتين، ولكن في نفس الوقت هذا ايجابي لنا وراح يخلينا نعملوا بكل يعني كل هدوء في منزل اتحاد بن العباس في الاسابيع المقبله ان شاء الله. وتبارك الله فيكم. انا دي بون ما حبيتش ندير ان كومونتير لاسو باسكو سي اي بي اس سي ريغولو سي ان بي دير اون ايكيب دو بريمير ديفيزيون كي نو بو با سو بيرميت. سي لا رياليتي الجيريان دافوار دي دوبل دو مايو افيك ان فلوكاج كونفينابل. هذه هي اليوم عشنا 10 دقائق رهيبه، رغم ذلك يعني ذهنيات اللاعبين مكنتنا باش نحافظوا على الوسمو على شو يقولوا لاكاج فيرج في هذيك اللحظات 10 دقائق ولا اكثر بيتم 9 لاعبين. دونك هذا نقطة إيجابية، والعتاد هذا هو العتاد تاعنا. دوك أنت تعرف شكون المسؤولية، المسؤولية إدارة، هذه ما فيهاش تساؤلات أخرى، ولكن هذه راح تمكننا باش نحسنوا الأمور بإذن الله في المستقبل. حتى اللاعبين كانوا دخلوا في اجواء الفوز. درنا شوط اول بكل معايير، كنا قادرين نسجل كثير، ضيعنا بزاف فرص، يعني مدينا كل جهد. دخلنا في الشوط الثاني يعني باغتنا الخصم بكره مباغته وين سجل الهدف،
ولكن الحمد لله من بعد رجعوا اللاعبين برغم كاين لازم تعلموا بلا كاين بعض الركائز واللاعبين الاساسيين اللي كانوا غايبين ثلاث غيابات وزدنا تحطمنا بخروج لاعب ثاني لعبنا ب 10 رغم هذا حاولنا عاودنا اللاعبين حاولوا حتى سجلنا هدف تعادل وكانت هناك فرصه في الاخير فرصه بين كنا قادرين نسجلوا هدف الفوز للاسف قدموا كل المجهود وعلى هذه نشكر اللاعبين اللي قدموا كلش الحمد لله تعادل كل ما نقدم المجهود ما نندمش على الشيء اللي على المقابله لاني تعبوا قدموا كل شيء اليوم للاسف قلت لكم كاين غيابات تمنينا اللاعبين الاساسيين يكونوا معنا شريطيه بوتمان يايا دائما بالغيابات وبوم عيزة اللي خرج في اطار المباراه هذا اللي اثر علينا كثير ولكن الحمد لله نقطه ومجهود كامل اللاعبين اللي تنقصهم الخبره عندنا لاعبين صغار اللي كانوا قادرين مع لاعبين اللي عندهم خبره يديروا الفارق الحمد لله اليوم للاسف اليوم كاين لاعبين ما قدروش يديروا الفارق لاعبين شباب ما نلومهمش كثير على المجهود اللي قدموه نشكرهم ونتمنوا باقي المشوار يكون ايجابي ان شاء الله حتى الدقيقه 90 الشوط الاول كانوا حاضرين قدموا مجهود كبير وكنا قادرين بعده فرص باش نسجلوا هدف واثنين وثلاث اهداف للاسف ما كانش اللاعبين في الشوط الثاني في مباغته كره مباغته اللي سجلتنا هدف ولكن نشكرهم لانه قلت لكم لاعبين شباب ولكن رجعوا وسجلنا ب10 لاعبين وقدرنا نسجلوا وكنا قادرين فرصه نسجلوا ونفوزوا للاسف ما فزناش حقنا التعادل ولكن اللاعبين مشكورين على المجهود اللي قدموه. شيخ شفنا ديجان يعني ما ملي خرجوا يعني قدموا اليوم كيما بالك جان ناصر في نهايه اللقاء كيفاش يعني تشوف الوضعيه تاع الفريق في طبعا يخرج بالدموع لانه انا قلت لكم لاعبين ناقصين خبره أو في القسم الاول او يلعب في مباراه عليها ضغط كبير لانه كنا حابين نربحوا لانه اللاعبين الشباب هذو يتاثروا ولكن احنا نبقاو ندعموا فيهم ونبقاو باللاعبين تاعنا ان شاء الله نسترجعوا في الاسبوع هذا اللاعبين الاساسيين كما نتمنى بوتمان ويايا وشريطيه ونكونوا ان شاء الله احسن ونكملوا مشوار البطوله ولكن نفتخروا بهذا الشبان اللي راهم في نصر حسين دايم.